ينضم إلينا عبر الهاتف المختار حناش أحد عيان مدينة الزاوية. ورحب بك بداية سيد مختار. سيد مختار، تداولت بعض القنوات العالمية تفويض قبيلة الجمامدة إلى سيف القذافي، ما صحة هذا الخبر؟ نعم، أهلا وسهلا بك أخي الكريم، أحييك وأحيي العاملين في هذه القناة الهادفة، قناة التناصح. في بداية هذه المداخلة اسمحوا لي باسمي وباسم أعيان قبيلة الجمامدة وبسماع الزاوية أن نترحم على فقيد الوطن الشيخ المجاهد أحمد أبو سعدة الذي قضى أو سقط اليوم على أسوار طرابلس وهو يدافع عن حرية هذا الوطن ورفعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله فعل عليين، هو وكل شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما عندهم، قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا عنهم خيرا. أخي الكريم، هذه القناة، قناة الفتنة، قناة الخزي والعار التي ضمن تسمى بالخضراء وهي سوداء، لازالت على مر أكثر من 9 سنوات تسبب للفتنة في هذا الوطن وتسبب في النزيف الدماء في كل بقع في ليبيا. هذه القناة دائما تتحرك كذب وتأخذ أو تضع أخبار كاذبة. من ضمن هذه الأخبار في شريط أخبارها اليوم الماضيين كان خبر مفاده أن قبائل الجمامدة بدون إشارة لعيش صفة من يدعي هذا الخبر أنها لم تسوى سيف الإسلام الذي هو أيضا ضمن أن يسمى والله منجل، كلمة منجل هي أكبر من حقه. فنحن لم نرضى بالظلم والطغيان من 2011 وقلناها بصوت مرتفع، قبيلة الجمامدة تحررنا وحررنا الوطن. فأسوق رسالة إلى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بالحرية، فلماذا يصرون هم على العبودية لبشر من أمثالهم؟ الحكمة تقول ليس الفتى من يقولها أنا، الفتى من يقولها أنا وليس وكان أبي. فليسهم يصبلون لأنفسهم، يصبلون لعائلة استنزفت أموال الليبيين، استنزفت كل ممتلكات هذه الدولة لأكثر من 4 عقود. نحن كأعيان هذه قبيلة الجمامدة بالزاوية الغرب نفند هذا الخبر الكاذب ونؤكد أن هذه القبيلة لازالت ومستمرة على عهدها لثورة 17 فبراير كما بداية انطلاقها، ولازم نقدم قوافل الشهداء والمدافعين. شكرا على هذا الوطن. أشكرك مختار الحناش، عضو مجلس قبيلة الجمامدة واحد عيان مدينة الزاوية، حدثنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.